على هدف بالخطأ في مرمى فريقه لصالح جون بوك عند الدقيقة 22 أثر ركلة حرة لدرك واتنابي التعادل للفريق الياباني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، فيما عزز زميله جورجي فاغنر اللاعب البرازيلي النتيجة بعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق، ووقع ماساتو كودو على الثلاثية في الدقيقة 69 ليقلص أوريس الفارق بالتوقيع على الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.